كما أشرنا في البداية، يحضر معنا وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد الحسن الدودي للتعليق على قرار الوزارة تخصيص المنح على جميع الطلبة الذين سيتقدمون بطلبات الحصول عليها خلال الموسم الجامعي المقبل. قبل ذلك سيد الوزير، أدعوكم لمتابعة اقتدارات الطلبة وموقفهم من المنحة الجامعية في روبورتاج سعيد ريما وعبد الرحيم فيلول. أغلب الطلبة يتابعون دراستهم بعيدا عن مقر إقامتهم، مما يضع على كاهل الطالب مصارف عيش يومية، وتتضاعف المعاناة عند الطالب الباحث. منحة يعني كان على الأقل أنها تكون في السميق بالنسبة للطلبة الباحثين وبالنسبة للطلبة الماستر، يعني خصها تكون على الأقل 3000 درهم عاد نسميوها منحة. اما يعني 1000 درهم او يعني ما شابه ذلك فهذه ليست منحه، يعني امام يعني اول حاجه الاحتياجات، الا خصك فقط ارتيكل باش تنشر واحد الارتيكل في واحد المجله خصك على الاقل 3000 3500. واش ممكن هذه المنحه هذه ممكن تزاد زعما فيها على حسب داكشي كنا ديجا اللي كناخذوا واش غتزاد؟ وسيختو بالنسبه للطلبه الباحثين تماما، يعني الكل بغى ان تعمم المنحه وبغى باش نقدروا زعما نمشيو بعيد في البحث ديالنا. تعميم المنحة والرفع من قيمتها ظل مطلبا للحركة الطلابية منذ سنوات. نظام تعميم المنحة واحد دفعة نوعية للطالب فيما يخص البحث العلمي، ولكن السؤال ديالي هو واش المنحة غادا تعمم على المغاربة والأجانب؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني ديالي واش المنحة غادا تزاد ولا غتبقى غير غير هاد المنحة اللي كاينة دابا؟ كندعو للزيادة في المنحة، يعني غير كافية بالنسبة للطلبة الباحثين ولا بالنسبة للطلبة ديال الماستر، كذلك حتى بالنسبة للطلبة العاديين، يعني 600 درهم في الشهر ماشي شي حاجة، ماشي حتى ديال الترونسبور اكسيتيرا. دونك خص الرفع من المنحة حتى هي تولي في حالة بحال السميك، كيخص التغطية الاجتماعية للطالب. لا يعقل اننا في 2014 الطالب لا يستفيد من التغطيه الاجتماعيه، خاصه شي حاجه كيخصو يرجع عند والديه، يرجع عند صحابه، يتسلف يكريدي باش يمشي يداوي راسو باش مجموعه ديال المسائل. الاستثمار في الشباب من خلال تعميم المنحه على كافه الطلبه خلال السنه الدراسيه القادمه هو ما اكدته وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر. اذا السيد الوزير، هل من توضيحات بشان هذا الاجراء الجديد؟ شكرا لك. أولا لابد أن نرجع إلى كلامي داخل البرلمان. قلت في البرلمان سيتم تعميم المنحة على كل الطلبة التي وافقت اللجان الإقليمية على أنها مستحقة. الوزير لا يعرف الغني من الفقير في ورزازات أو تارودانت، وزيدي على هذا الناس غادي يقولوا كيفاش الاغنياء يشدوا الان المنحه؟ كملنا المشكل مع الفقراء، ما خصنا غير نزيدوا الاغنياء. هناك مؤامره، اقول مؤامره ضد ما تقوم به الحكومه. واعطيك مثال اخر، اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر عن عزم الحكومه الغاء مجانيه التعليم العالي في اطار قانون الماليه المقبل وفرض رسوم الطلبه قيمه 1000 درهم. أكاذيب. الناس تنطلبوا غير الأخلاقيات. قلنا التعميم لأن الطلبة اللي قدموا الطلب ديالهم ماشي كلهم خذوا المنحة، جزء خذ المنحة، جزء آخر مستحق وما خداش المنحة. هادو اللي وافقوا عليهم اللجان الإقليمية كلهم غادي يوصلهم المنحة. الآن وصلنا، ما تنتكلمش على السنة المقبلة. في البرلمان لم أتكلم بتاتا عن السنة المقبلة، قلت هذه السنة مشاو يد الملفات المنح، مشاو إقليم الحوز، أزيلال، بولمان، شفشاون، شيشاوة، شتوكايت بها، الدريوش، الحاجب، الرشيدية، قرسيف، إفران، خنيفرة، ميدلت، مولاي يعقوب، ورزازات، وزان، رحمنا، صفرو، تونات، تورير، تنغير، وتيزنيت. والأقاليم الأخرى غتمشي لها المنح قريبا إن شاء الله. إذن تنقل الطلبة للجنة الإقليمية وافقت غادي ياخذوا المنحة. أنا ما كنعرفش الطلبة الآخرين، ما عندناش الملفات الآخرين، هادو اللي وضعوا هاد السنة غادي ياخذوا المنحة. هذا هو التعميم. واش أنا واحد ما حط الملف ديالو كاع كيفاش نعطي؟ ما معروفش كاع واش كاين. وغادي نوصلوا إن شاء الله نقربوا من 50% ديال الطلبة
اللي كيقراو في الجامعه غتكون عندهم المنحه ان شاء الله. سيد الوزير، الى اي حد يمكن لهذا الاجراء الجديد ان يستجيب لطموحات الطلبه في ظل ارتفاع تكاليف المصاريف وخصوصا هناك الطلبه الباحثين؟ اولا خصنا نعرفوا باللي المنحه عمرها ما تحركت حتى جينا، كانت 400 درهم وفي ظل الازمه وصلناها ل 600 درهم. منين جينا للحكومه، منين جيت للحكومه لقيت قيمه الملاح 700 مليون درهم فقط. في الدخول الجامعي المقبل ان شاء الله غتوصل 2 مليار ديال الدراهم، اي مضروبه في 3. الطلبه ديال الملحه الامتياز كانت 2400 درهم، وصلناها ل 3000 درهم. الطالب الا كان ممتاز غادي يطلب الملحه الامتياز، ولكن واحد عنده 10 المعدل وكنعطيو المنحه. حقيقه ما كافياش، ما كنقولوش كافيه، ولكن الطالب شويه اللي ساكن في الحي الجامعي وكياكل في الحي الجامعي لا باس، ولكن المشكل ديالي هو الطالب اللي ما ساكنش في الحي الجامعي وما كياكلش في الحي الجامعي. فعلا هناك عجز كبير، تراكم كبير، ولكن في ظل هذه الازمه اخذنا درنا الزيادات في البترول، درنا الزيادات في المازوت، ولكن خاصني نعطي للشريحه الفقيره والمتوسطه. ود المخزني ما كانش عنده منحه، ود المخزني تيقولوا له عنده اجره مرتفعه، واش ود المخزني عنده اجره مرتفعه؟ ود الفرم اللي عنده اجره مرتفعه؟ حنا هادو غنعطيهم المنحه ان شاء الله. اما ود الغني، واش ود البرلماني ود الوزير نعطيه منحه والفقر موجود ونهز الفلوس ونعطيهم الاغنياء؟ لا يستقيم. سيد الوزير، هناك طلبة جامعيون يرون بأن المنحة الجامعية تظل دون انتظاراتهم، خصوصا أولئك الذين يفدون من مناطق نائية. الطلبة الجامعيون مثلا بمراكش يأملون في الزيادة من قيمة هذه المنحة وتعميمها على كل الطلبة. روبورتاج سمية بالعياشي، عثمان تازي، وعز الدين أبو الجيوش. الحصول على المنحة كدعم تخصصه الدولة للمساعدة على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية مطلب مشروع لكل طالب. من حالفهم الحظ للظفر بهذه المنحة يعتبرها غير كافية بالنظر إلى بعد المسافة عن الأهالي وارتفاع متطلبات العيش والدراسة، خاصة في مدينة كمراكش. شحال كاع في المنحة بسلامة؟ كيعطيو لنا فيها 36 ألف ريال؟ شناهي 36 ألف ريال إلا كاريان تي شومبر ب 24 ألف ريال؟ شناهي 36 ألف ريال؟ أش غتشكل لي أنا؟ واش 36 ألف ريال ديال الدراسة ولا ندير لها فوتوكوبي ديال مكتوب ولا ديال ترونسبور باش نمشي ولا باش نجي؟ 32 3 شهور. 3 شهور كتقدر تصرف بها امورك؟ كتزيد واحد شويه، كتزيد واحد شويه ضروري، غادي تزيد واحد شويه. إذا كان هذا هو حال الطلبة الممنوحين فظروف زملائهم ممن لم يحالفهم الحظ للظفر بالمنحة أكثر مرارة. أنا طالب من شعبات الدراسة الإسلامية العام الثاني في لافاك، غير مستفاد من هذه المنحة. كاين طلبة يعني كاين اللي ليتيم يعني ميت ليه باه وميت ليه مو ما عندوش المنحة، يعني جاي من قلمي من طرفايا، يعني بزاف العراقيل يعني كتخاد ما كتخادش بعين الاعتبار. تعميم المنحة الدراسية قد يساهم في التخفيف من المتاعب المادية للطلبة ويوفر لهم ظروفا أفضل للدراسة والتحصيل باعتبارهم حلقة أساسية ضمن المساعي الرامية إلى الرقي بالجامعة المغربية. سيد داودي، ما هو طلبة؟ أنا أتفهم هموم هؤلاء الطلبة. فعلا طالب اللي جاي من الشريحة المتوسطة والفقيرة ما عندوش الموارد، إلا غادي يكري في الرباط ويكري في الدار البيضاء ويكري في المدن الكبرى. احنا واعيين علاش درنا هذه الزيادة، واعيا منا إما نزيدوا في المنحة كما زدنا ولكن ما نوسعوش المستفيدين، إما الآن نوسعوا المستفيدين. هذا ما عنده حتى شي حاجة، باقي واحد عنده 36 ألف واللي ما عنده شيء. إذن العجز كبير، وأنا كنتفهم المشاكل ديالهم، ولكن كل سنة، السنة الماضية زدنا في المنح، هاد السنة وسعنا من الدائرة، نتمنى إن شاء الله السنة المقبلة عاود نزيدو أكثر، ولكن ما يمكنش بين عشية وضحاها المنحة عمرها ما تزادت. هذه عشرات السنين. سيد الوزير، إجراء جديد أعلنتم عنه، ما أهميته على مستوى الرفع من مردودية التكوين داخل الجامعة المغربية؟ الرفع هو أن الطالب ما ينقطع ليش من الدراسة، لأن خسارة للبلاد إلى الطالب بسبب 600 درهم ولا 700 درهم ينقطع الدراسة. كان عاونوا أولاد الفقراء والشريحة المتوسطة الأدنى أنهم يتابعوا يقرأوا، لأن الهدف ديالنا المجتمع كله يقرأ. ما يمكنش تبقى الأمية في هذه البلاد، ما إلى كل لقينا المغاربة كلهم يكون على الأقل عندهم البكالوريا الفوق. إذا الجامعة خاصة تأدي الواجب ديالها، تكون الأطور للبلاد وتقري المجتمع. إذن ولكن إذن الهدف ديالنا هو أولاد الفقراء، أولاد
الشريحة المتوسطة ندعمهم يواصلوا الدراسة باش يواصلوا. ولاد الغنية اش غادي واخا تعطي للغني 600 درهم شنو كافية، ولكن الفقير 600 درهم راه شوية. ود المخزن إلا عطينا 600 درهم راه شوية، ولكن ود الغني لا شيء. نشكركم سيد الوزير على هذه التوضيحات.